احتضن قصر الثقافة مفدي زكريا على مدار 3 أيام الطبعة السادسة للمهرجان الدولي للكسكس تحت شعار الكسكس الجزائري طبق التلاقي، وكانت جمهورية تونس الشقيقة ضيف شرف هذه الطبعة، وكذا مشاركة نخبة من الأسماء المعروفة في عالم الطبخ. ويهدف هذا المهرجان للتعريف بالكسكس الجزائري والترويج له. متابعة في هذه التغطية لموفدة قناة النهار إلى قصر الثقافة في اللهليلي. هذه الطبعة جمهورية تونس هي ضيف الشرف لهذه الطبعة. الافتتاح جاز رائع، وكان عندنا معرض ولا أروع معرض للكسكس الجزائري عبر كل قطر ولايات الوطن. أما بالنسبة للجنة التحكيم اللي هم من لبنان وتونس وعندنا تركيا وفلسطيني كانوا حاضرين، والله صدقيني اشقائنا التوانسة اللي عندهم يعني طعام كيما احنا الكسكسي انبهروا بالاطباق، يعني كانوا معايا في الطبعات السابقه قالوا لي كل طبعه نحضروها معاك نزيدوا نكتشفوا انواع كثيره من الكسكس. شفنا ناس حابين يوريوا اطباق من مختلف الولايات تاع الجزائر. لو بوت نروجوا للطبخ الجزائري، نعرفوا كل ولايه لازم تعرفوا واش كاين في الولايه الثانيه، لان المشكله تاعنا احنا في الجزائر كي نخرجوا للخارج كل واحد يهضر غير على منطقته وعلى الطبق تاع اهله، الوغ كو نورمالمون كي نعودوا في الخارج رانا سفراء لكل الجزائر. لا بور لا سيزيام اديسيون دي كوسكوس اون الجيري. Cette édition exceptionnelle, l'organisation est parfaite, votre pays est exceptionnel, vive la Tunisie, vive l'Algérie. Le couscous fait des méthodes de travail, ça diffère d'une région à une autre. Même en Tunisie, il y a une différence dans le tahdir. حنا علاش رانا هنا باش التراث الجزائري، التراث يلاقي يتروج يلاقي يكون ترويج ما بين البلدان العالميه. اكتويالمون لو كوسكوس بليتو اللي راه كلاسي في اليونسكو، دونك هذه شهاده نعتبر بها فخر للجزائر. دونك نعاودوا نقولوا المتنافسين البارح الله يبارك ايزون في دي بون ترافاي. من عنابه جيت هنا لأشارك في المهرجان الدولي للكسكس. احنا كل 58 ولاية كل بلاد وعندها الطبع تاعها تاع الكسكس. احنا الهدف تاعنا نوريو كل الخصوصيات تاعنا لكل ولاية، مختلف ولايات كيفاش يطيبوا الطعام وكيفاش يديروا الكسكسي. مشاهدينا الكرام، بهذا نختم الموعد الثقافي. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة.